اسم الوادي بدون ما نذكر صوت ارتبط بجباله وخضاره. سحر الصوت والاحساس تاخذنا بجوله سحريه لينسم علينا الهواء من مفرق الوادي. اكيد ليا كل شيء تعلمته بمسيرتها الفنيه وبالمعهد العالي للموسيقى حبت تنقله لطلاب الوادي وتنمي مواهبهم اكثر واكثر. اكيد عم نحكي عن اسم صار معروف كثير، هو الفنانه ليندا بطارق. صباح الخير ليندا، سعد صباحك. هو الاب الروحي لاجيال الضيعه، هو الاخ المخلص لطلابه، هو المعلم الحقيقي بذاكرة أبنائه. عم نحكي عن الأستاذ الياس اللي ارتبط اسمه بذاكرة الكتار، ما بالعلم أو حتى بالنشاطات المدرسية بمرمريتا اللي هي شاهدة على هالشي. اليوم بهالحلقة المميزة بيصيرنا أكيد نرحب فيه. يسعد صباحك أستاذ، أهلا وسهلا فيك. صباح النور، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيك أستاذ الياس. سلامة. يسعد صباحك أستاذ الياس، وأكيد يسعد صباح مرمريتا ويسعد صباح الوادي هالصباح الجميل. خلينا بالبداية نفتتح صباحنا ونحكي عن هالضيعة يلي بتعني لك كتير، يلي أنشأت أجيال يمكن تلقوا العلم على يد حضرتك. أهلا وسهلا فيكم بالإخبارية السورية بمرمريتا. الحقيقة مرميتا معروفة انه بلد بتحب العلم وتقدم كثير لسوريا، فمن قديم كانوا يقولوا مرميتا ضيعة 200 دكتورة، يعني كانت مشهورة بثقافتها وبعلمها. والحقيقة كنا عايشين بكثير بحضارة كثير جيدة قبل الأحداث، ومرت علينا ظروف كثير مميزة هون، من حفلات، من كرنفالات، من نقطة جذب سياح أيضا. بالضبط تماما، كانت كل العالم تنطر هالمهرجانات هاي اللي يقوم فيها بالصيف هون بمرمريتا. لكن الأحداث أخذت منا كثير وقت لحتى قدرنا نركلش ونرجع نعيد من جديد، وهلأ نحن بلشين من جديد. يعني اكيد ليندا اليوم ونحن موجودين بمرمريتا ما فينا ما نحكي عن هاي العلاقه اللي بتربطك هون، عن يمكن العلاقه مع المدرسه كمان، طلابك، انت دائما بتحرصي تكوني متواجده هون بين الطلاب بين اهلك، قد ما رحتي حفلات برا، قد ما كان في عندك تواجد برا، بتصير بمفرق الوادي. مفرق الوادي لازم هون، تحكي لنا شوي عن هاي العلاقه. هلا الحقيقه انا صرت مسميه اني من هون، يعني خلاص اعطيتني هلا اهل البيضه بيعطوناها جنسيتنا من لا فينا نخلصك اياها، ما بدك تاخذي. لا بوجه تحيه لضيعتي، اكيد انا من البيضه من مصياف. بس استاذ الياس اول ما حكينا مشان درس بالمدرسه ففورا كان اول المتصلين انه لكون عنده بالمدرسه، واكيد بتشرف لانه هو استاذ كبير واسم كبير. وبلشت الرحله، هذا الحكي له 3 سنين. نعم. وصار في علاقه مع الاولاد ومع الطلاب ومع المواهب اللي موجوده بالمدرسه، وتقريبا الكل متعاون لحتى فعلا يمكن صرنا نعمل حتى برنامج هواة بالمدرسه اللي هلا حتكون في عندنا حفله بعد ساعه معهم. بدي اشكرهم كلهم على التعاون الكبير، اي فكره بتنطرح سواء مني سواء من الكوتش رامي كمان بوجه له تحيه، سواء من مسرانيا، من اي حدا عم بيكون في تقبل لهي الفكره ودعم كامل يعني. فهي فرصه يمكن احنا ما بنشكر بعض بالحقيقه، ففرصه نشكر بعض. اكيد اكيد، ونحن بدنا نتشكر اكيد كل شخص يمكن عم يقدم للضيعه وعم يقدم لطلابها. استاذ الياس، يمكن كل ما نذكر اسمك بنشوف لمعه بعيون مو جيل واحد، اجيال، الله يطولنا بعمرك، يعني ما بدنا نكبرك بالحديث، ولكن يمكن اثرك بكل شخص كان موجود، وعلى هيك يعني تم تاسيس مدرسه مرمريتا يلي اليوم ما عم تحتضن اجيال كمان من محافظات سوريه وليس من الوادي فقط. خلينا نحكي يعني ظروف صعبه مرقت عليكم، وضع يمكن صعب عشتوا فيه، ولكن يمكن مسيره العلم ما توقفت وبعدها مستمره. بالضبط تماما، هي الاحداث خلتنا نبدع بهالموضوع هذا، لانه شفت الارهابيين كيف كانوا مستهدفين بالدرجه الاولى المدارس. المدارس لانه بدهم ينشروا الظلم، بدهم ينشروا الجهل، فكانوا ابدا هدفهم المدارس، تدمير المدارس، تدمير الطلاب، حتى كانوا يستهدفوا الطلاب الابرياء الموجودين. فكانت وظيفتنا مزدوجه انه نفتح مدرسه كانت تستوعب
ابناء الوادي والمهجرين من بقيه المحافظات اللي اجوا ما لاقوا محل يدرسوا فيه. فنحن استوعبنا الطلاب هاي، بس مو بس استوعبنا الطلاب، علمناهم كيف فيهم يجابهوا الجهل. صحيح. هالحرب هذه القذره كانت علينا عنا مزدوجه، اول شيء بدنا نحارب وبدنا نرفع الظلم عنا وبدنا نحاربهم كمان لنعالج الجيل شاف قدامه بالضبط، حتى يغدر اجابه، لانه هي مو بس مشكله انه سلاح وقتل، فكر مشكلة فكر أفكار. عم بيحاول يستهدف جيل كامل، الجيل الجديد بالافكار كانوا بدل ما نحن هلا المدرسه ليش يعني صارت بهالقوه هاي وبهالعظمه هاي؟ لانه نحن صرنا ننمي مواهب الطلاب. يعني ودي على ذلك انه انا صرت ادور على اكاديميين دراسيين مثل انسلين ضبيطار مع محمد علي درس الطلاب اللي عندي، مو بس علم بس موسيقى وفن وكل شيء حتى نحن نقدر نتغلب. اكيد يعني استاذ الياس مثل ما قلت بالفن بنقدر نبني، بالفن بنقدر نوصل رساله. هالمسؤوليه كانت كثير كبيره. اكيد ليندا التعامل مع الاطفال بحد ذاته او مع الفئات العمريه بيكون تعامل خاص، ولكن اطفال بزمن الحرب كانت اكيد مسؤوليه اكبر. كيف كان؟ اكيد مثل ما اثرت الحرب على كل شيء اثرت على الفن كفن، يعني صار حتى اذا بدك في فنانين ازمه انا بسميهم طلعوا هيك اكيد بالخلال. طلعوا بالوقت بدك انت تكون مسؤوليتك تحاولي بقى ترجعي الاولاد على المكان الصح لحتى يعرفوا يسمعوا صح. فنحاول نخلق اذا بدك اساليب شوي اقرب للاطفال لحتى نقول لهم انه لا ما لازم تسمعوا هيك، لازم تسمعوا هيك. انا يمكن انتم بتعرفوني بحفلاتي بالشام وهيك، انا وحده ثانيه تماما كانسه كمدرسه. لا ما عندي ما عندي مزح، يعني انه شخصيه ثانيه. بحب انه تنعطى الموسيقى كماده الى امتى، يعني يمكن نحن كنا من زمان انه الموسيقى تبع انه نغني غنيه وخلصت، او حصه الموسيقى هي كانت حصه فراغ أو لا الحقيقه حتى الاستاذ نحن حاكين اكثر من مره انه لازم حتى معطيه امتى تمام. وانا اذا بدك في عندي طلاب سنه انه صف ثالث رابع بيقروا نوطه، بلشوا يقروا نوطه حلو. فمبسوطه بهذا، بعتبر مسؤوليه مثل ما قلتي بزمن الحرب انه تطالعي جيل الموسيقي، لانه الموسيقى هي وجه من وجوه الحضاره اللي بلدنا اللي هي بترجع بتبني اكيد البلد. نعم استاذ الياس شو رايك اليوم، شو حابب تسمع من هالصوت الحلو وهالمنظر الحلو وهالشوبات؟ والله شوبات يعني الشهر هذا كثير كان شوب عندنا يعني. نعم. ولفت النظر والانسي ليندا. شو سمعنا الانسي ليندا؟ الانسي ليندا شو ما غنت منا حلو الحقيقه. نحن انا شهادتي بالانسي ليندا مجروحه. هو بحب ورد كثير، نغني ورد؟ يلا تفضلي. بيقولوا انت رشيتي الورد على قلوب السوريين، فرشي شويه ورد علينا اليوم. كانوا الحبايب كانوا برا الدار، تترك على باب الحلو تسكار. كانوا الحبايب كانوا برا الدار، تترك على باب الحلو تسكار. بقت ورد بتذكرن فيي، لولا شافوها بيفهموا شو صار، وبيفهموا انه الورد مني، وبيعرفوا اني وفي واني باقي عوعد الحب مستني. راجع إلن لو طول المشوار، بيعن جوري وبيعن فل، بيعن كل شي بعمري ضل. كنو الفئ بالك طل، قلو شو اشتقت وحنيت، دخلك يا بي عالورد انت الباقي وانا فليت. دخلك يا بي يا عالورد انت الباقي وانا فليت. الله يسلم هالصوت. يعني استاذ الياس خلينا نحكي شوي يمكن عن دور حاليا. مثل ما قلت المدرسه هي بنقول دائما البيت والمدرسه هن اول اساس بيتعلم فيهم الانسان اي شيء بحياته، اذا كان مؤسس صح رح يحب يكمل ورح يبدع ورح يعمل ويساوي. هذا التاسيس اكيد عم
عم يكونوا حريصين عليه بطول فترات المدرسة وحتى يمكن بنشاطات أثناء العطل يمكن الصيفية أو العطل الشتوية؟ نحن عنا أولا حتى ما يصير في انقطاع بالمدرسة عنا نادي صيفي للطلاب، عنا دورات علمية بنفس الوقت عم تقوم، فالمدرسة فاتحة 12 شهر ما في وقت أبدا ما في عطلة. لكن على كل اللي حكيتي أنت من قبل، هو الحياة هو أساس التربوية التعليمية أنه يكون في تعاون بين الأهل والطلاب. نحن وبتعرف الآن سنين موجودين بمدرسة على طول على التواصل مع الأهل، كل يوم رسائل مع الأهل مشان نعرف الولد وين صار، شو حصل وشو تأخر وشو مشاكله بالبيت، لأنه ما بينبنى بالبيت المدرسة ما راح تعمل شيء، والمدرسة كمان نفس العملية بدها يكون في حدا مساعده بالبيت حتى ننطلق العملية التربوية أكيد. فهيدا التلازم لازم يكون كثير مهم، وعم نلاحظ كثير عملية وثيقة بين الأهل ونتائج الطلاب الموجودين. يعني هلأ أنا بالامتحان هيدا الدورة الأولى للعلمي طلع عندي طلاب كثير متفوقين بالبكالوريا، وطلع الطالب الثاني عندي من على محافظة حمص بالبكالوريا جامع 2879 ألف مبروك له، بوجه له تحية، هو طالب رياض سعادي من عندنا المدرسة، طالب مهذب ونشيط، وأهله كمان كانوا كثير متعاونين معه وهيئوا له جو الدراسة. وبتعرفي العملية التربوية متلازمة مثل ما بيقولوا إيد واحدة ما بتزقف، يعني أكيد المفروض أنه يكون في تعاون. نعم. وحتى يعني كل الأمور التربوية ترى الحياة ميزان كثير كثير دقيق وبده يكون كثير متعوب عليه. يعني أي خلل سواء كان بالإدارة ولا بالمدرس ولا بالطالب فالعملية التربوية بتكون فاشلة. فنحن هدفنا أنه نوازن كل بين هالمقاييس كلها. نعم، اليوم في تعاون كتير كبير بين أكيد الطلاب، وخلينا نحكي عن المشاركة ليندا ضمن فعاليات مهرجان القلعة والوادي. الطلاب اليوم عندهم مسابقات يمكن ترفيهية إن كانت غنائية أو رقص. خلينا نحكي كيف تم التدريب، خلينا نحكي عن يمكن قدي صلكم بالمدرسة كمان بتتدربوا. هلا الحقيقه مثل ما حكيت كبدايه انه نحن كثير عم نحاول ندعم، بس نلاقي طالب عن جد عنده موهبه سواء موسيقيه سواء رياضيه سواء، عم يكون في دعم كثير. فعملنا مثل برنامج، كانت في فكره برنامج هواة، فصار فعلا صاروا الاولاد بقى بتحسي عم تحفزيهم لحتى يتمرنوا، لحتى اللي بيعزف بيانو يصير يعزف اكثر، يعني يتمرن اكثر لحتى يجي يقدم على هاي المسابقه اللي بتنعمل مره بالسنه. عملناها سنتين استاذ رياض، احكي لنا عنك. طلع مواهب كثير كثير عن جد، نحن كثير مبسوطين فيهم. ويمكن بالرقص التعبيري طلع بنتين على مستوى القطر. حلو. طلعوا بيوصلوا لعندنا لدمشق، والاولمبيات العلمي كمان عم بيطلعوا لبرا بالاولمبيات العلمي. ايه، عم نطلع من الاوائل بالمدرسه، وفي تشجيع من قبل المدرسه مثل ما عم نقول الان سنين. ده هلا الموهبه بننميها، نحن بننميها بعده اتجاهات، اول شيء بالاختصاص، وثانيا بالتشجيع المادي بالجوائز انه الطالب انجز شيء يعني لما حصل على نتيجه. يعني مثل ما حكيتي ليندا، تجربه ذا فويس بمرمريتا هي التجربه، ما فينا نقول انه هذا الجيل، يعني ما فينا ما نذكر انه هذا الجيل ما بيشبه الاجيال القديمه. يعني لما بدك تقربيه لإلك او بدك تحسسيه انه انا معك متواجده معك او انا بشبهك، لازم تروحي للشيء الرائج او الشيء الهي، ولكن بطريقه مختلفه. هل ذا فويس بمرمريتا كان فعلا مختلف؟ يعني هو منه برنامج هواة مثل اللي عم نشوفه، هو بس تجاري عم بيتاجر بالاصوات، عم بيتاجر باشياء ثانيه. اكيد هي الهويه له هون لازم تكون هويه مختلفه، هون بتنبع بيبين قديش قدرتوا تكونوا في مسؤوليه، قدرتوا فعلا تجذبوا نسبه كبيره من المواهب. حاولنا قد ما فينا انه يكون في اساليب تجذب الطلاب. مثلا هلا يمكن كل سنه عم نستفيد من اخطاء السنه اللي قبلها، اجباري باي شيء. يعني مثلا باول سنه كان في صبيتين عم بيقلدوا دنيا وطرفة اللي هي الرائعه شكران للتجاوى، ضجت فيها مسائل الاجتماعي بشكل تمام. امل عرفي اكيد، فانا كان في تواصل مع شكران، قلت لها اذا بس انه انا حابه تشجعيهم تفوتي تعلقي لهم على الفيديو انه انت شفتيهم، فكان في تجاوب كثير كبير. هي حدا كثير بتعرفه قديش، فوقت اللي فاتت علقت
شو صار يعني انه ما مصدقوا حاله. حتى ابدت استعدادها انه تجي وتشاركوا تمام ان شاء الله. يعني هيدي كمان تشجيع له. اكيد يعني والحقيقه مثل ما قلت انه الشيء المهم جدا انه نحن ما لنا تجاريه ما لنا مع نبط فكانت فيها شفافيه مضبوطه وحتى اذا صار في تصويت يدعاد بالعالم بعضهم انه ليه صوتنا هيدا مصوت طبعا العلقة هي ضرورية هي كتير هي بين الاهل مو بين طلاب عم تماما هي بضاعة واحدة يعني هي من الطلاب بعضهم الاهل اكيد ليندا دائما حضورك موجود ضمن مهرجانات القلعة والوادي بالسنوات السابقة وهي السنة اكيد عم تشاركي من خلال طلابك اكيد تحبي تقولي لنا شيء على المايك للوادي اسمع فيروز يلا يلا كل شيء من هالصوت حلو صبح ظهر مساء ندهني حبيبي قال الشتي راح رجعت اليمامي زهر التفاح ندهني حبيبي قال الشتي راح رجعت اليمامي زهر التفاح وانا على دربه ودربه على الجمال يا شمس المحبة حكايتنا غزلي انا لحبيبي حبيبي الي يا عصفورة بيضة لا بقى تسألي لا يعتب حدا ولا يزعل حدا أنا لا حبيبي حبيبي إلي عن جد يسلم هالتم يعني لما بنسمع ليندا بنقول الحمد لله انه لسه نحن قدرانين نحافظ على هي الاصوات ببلدنا رغم الحرب هالصوت النقي هالصوت المدرب هالصوت الاكاديمي موجود مو بس موجود وعم يعمل حفلات لا كمان عم بيساعد بتاهيل جيل هي هذا الشيء استاذ الياس قد ايه بتحرص عليه قد ايه دائما انت حريص انه يكون عندك قدوة شابة موجودة بمدرستك سواء مثل ليندا أو أسماء تانية بتستقدمون على المدرسة ليعملوا نشاطات الحقيقة الأساسي ليندا نوهت على الموضوع هذا أنه طلع شيء بالأحداث أنه ما له كثير مضبوط لأنه ما كان في دراسة علمية لسه بأي مجال فن ولا موسيقى ولا علم ولا شيء بده أسس صحيحة وبده دراسة مضبوطة يعني ما بصير يجي شيء واحد مثلا مجرد انه ما دق على العود صار فنان او مجرد ما طلع صوت الاختيار بيكون صعب بيكون الوضع كثير صعب بده دراسه ما في شيء بيجي من دون دراسه من دون تعب نعم يعني اكيد الثقافه بدها تعب اي شيء بده تعب بهالدنيا والمفروض الواحد يشتغل يعني الحياه ويتعب يكون دراسه بتعرف الاكاديميه هي كثير مهمه بالتدريب العملي أكيد أستاذ الياس منطقة الوادي يمكن كمان تعرضت يمكن لأبشع الاعتداءات قدمت عدد كبير من الشهداء قدمت عدد كبير من الجرحى اليوم كأب للعديد من الطلاب وكأخ وكصديق من بيتك أكيد من منطلق بيتك من تربيتك لابنك كيف عم تكون يمكن دائما عم توجه رسالة للشباب أو عم تكون داعم لإلهم بالظروف الصعبة اللي عم تمرق فيها سوريا الحقيقة لك هو الظرف اللي مرقنا فيه كان كثير صعب علينا نحن هون منطقة الوادي كلها ما في كان شيء أبدا يعكر صف وحياتنا نهائيا وعلاقتنا نحن كانت كثير مميزة مع قلعة حصن مع الشباب الموجودين لكن تفاجأنا نحن أنه في عمل خارجي في شيء أثر بعقول هالشباب هاي فكان الهجوم علينا من دون اي مبرر وما قلنا نحن اي دي وضلينا مطولين بالنا كثير 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 لحتى بلشت الشهداء تصير عنا فاضطرينا بعدين انه ندافع عن نفسنا مع الدولة مع الدولة بالتحديد قسم ذات الله ما بدي اقول لك شيء بس انه شباب تركت شغله وتركت عملها وصارت بدها بس تحمي العالم اللي جايين لعنا ما كان حدا فيه وصل لهوني الا من الحواجز ومن
العربية. لحظة تحررت الحصن شو كنت عم بعمل؟ تفضلي. أكيد نحن كثير بنحب نسمع. كان عيد المعلم وأستاذ الياس بعيد المعلم بيدعي كل الكادر التعليمي على إنه نحتفل. فطبعا بيجيبوا لي المايك لغني، فكنت عم غني فهو وقت اللي بغني انا كثير بيغني معي هيك، قام قال لي معلش بدي الميكروفون دقيقه. استغربت انه بس مغنيه يعني، فاخذ الميكروفون وقال الحصن منطقه امنه، وقامت عن جد هي ما بنساها بحياتي، لا تنسى. وبعد ما حكيت انا بخمس دقائق 10 دقائق يمكن او خمسه او اقل أعلنت على التلفزيون، أنا جاني الخبر قبل. فكنا محتفين إحنا بعيد المعلم وعم نشجع الأنساب إنه لا تخافوا الوضع آمن وكذا وإلى آخره، معليش الظروف صعبة. وعطينا الميكروفون الآن سيليندا تغني، والكل متحمسين ناطرين الآن سيليندا تغني، ما شافوني إلا زت. لا وأحلى خبرية. إيه وخدت الميكروفون منها قلت لهم والآن أبسكم بشرى الحصن منطقة آمنة بامتياز، والجيش السوري دخل على الحصن منطقة آمنة، وبلشت الأغاني. نحن طلعوا الأساتذة والأنسات كلهم على الشارع، بلشت زمامير وخلص مع الحفلة راحت، صارت العالم كلها في الشوارع. الله ينصرنا دائما، زينوا القلعة والقلعة علينا. شو كنا بس ألفنا كلمات بوقت ايه معلش ألفينا ياهن هلا. زينوا القلعة والقلعة علينا، انا لا فرجي وهي مزينه. ليا احرجتيني، ما بعرف شو طلع معي بوقتها. نحن المهم نوجه التحيه الكبيره ومبروك تحرير القلعه، والله يحمي ابطالنا، والله يحمي اهالينا، والله يرحم شهدائنا، وان شاء الله ترجع سوريا احسن مما كانت. وهالبلد بتضل رافعه راسها. وجود حضرتك كمان الله يخليك، ووجود سياده الرئيس بشار الاسد الله يخليه على رأس هالبلد هذه كلها حتى ننطلق من جديد. إن شاء الله يا رب بهمتكم وبجهود كل حدا موجود بهالضيعة اللي هي مثال كتير كبير لخلينا نقول الحضارة والثقافة. إنها شكر وجودك الأب والأستاذ الياس، نحن اليوم كنا ضيوفكم، شكرا لهمتكم العالية، شكرا للمسؤولية الكبيرة اللي لمسناها مبارح واللي عم نلمسها كل ما حدا بيكون متواجد بمرمريتا. شكرا لك الصوت السوري اللي بدي أقول عنه دايما ملتزم وقوي وحلو حساس وبيفوت على القلب. شكرا كتير لكم. أكيد أهلا وسهلا فيكم مريضة، وأهلا بالإخبارية السورية، دائما أنتم سباقين. أكيد شكرا كثير، وبدي أشكر كل كادر التدريسي بمدرسة مرمريتا. أكيد بدنا نقول لهم صباح الخير وموفقين، واللي رح يربحوا أكيد بدنا نقول لهم مبروك. مبروك. تمام. وبدي أشكر الأستاذ داني نايف، عم نتعبوا معنا كثير، هلا هو مع الأولاد ناطرنا. أكيد أكيد بدنا نشكر الكل. نأخركم أستاذ الياس، أكيد أنت بركة هالضيعة، والله يخليك ويطول بعمرك. تحية كتير كبيرة أكيد لعائلتك بدنا نوجهها. ليندا صوت رائع من أهل البيت، هيك إن شاء الله دايما عم تقدمي الأحلى والأحلى، وناطرين أكيد حفلتك بالشام بدار الأوبرا، وناطرين كل جديدك. شكرا لهالصباح الحلو. أهلا ميرسي لكم. اليوم نحن حاولنا نمر مرور سريع